عينيك الليل يضحك والنهار إزميرالدا زهرة العيد الحب عندما عدت رأيت أن حالة ليسانتا قد ساءت. إنها مضطربة. ألم تخبرك ما بها أبدا؟ لا، لكن لما تأخرت بالعودة؟ لأني حسنا سأخبرك أنت فقط. كنت أزور طبيب البلدة لوسيو مالافير. على فكرة إنه رجل غريب ومهووس. مكتبه غارق بالظلام، بالكاد رأيت وجهه. لما ذهبت إليه يا خوسيه أرماندو؟ خلت أننا نستطيع سويا توحيد جهودنا لنعيد البصر لإزميرالدا. يجب أن أخبر بلانكا الحقيقة. يا إلهي، ستكون لحظة قاسية. كم سأجعلها تتألم. لكنها ستفرح عندما تعرف أن ابنتها حي ولم تمت، وهذا سيكون عذابها. الدكتور مالافير استشار أطباء آخرين أمي، واستنتج أن إزميرالدا لن تبصر النور أبدا، لكنني أظنه لم يبذل جهدا كافيا. العميان قد يشفون، وإن كانت قابلة للشفاء لو استعادت بصرها. تتصورين أمي، يا للروعة لو ساعدتها لتستعيد بصرها كاملا. ألا يجدر بنا كل هذا العناء؟ خوسيه أرماندو، لم لا تنسني أيا تلك الشابة؟ مستحيل أمي، سيقع خلاف كبير في هذا المنزل بسبب هذا الموضوع. بني، أنا سأكلم أبي. لا، أعلم أننا سنتشاجر، أدرك ذلك، لكن سيقتنع. لا، لن يستسلم أبدا. قال لي ذلك، هو لن يقبل إلا بجرازيليتا زوجة لك. هذا سخف، لن يفرض علي مشيئته أبدا. سيفعل خوسيه أرماندو، أنت لا تعرفه جيدا. لطالما والدك كان صبورا معك، هو متساهلا، لكن ولك رودولفو حين يتخذ قرارا ويلقى معارضة ليخدو عنيفا. بالله عليك كفي عن البكاء أمي، إني قلقة جدا. أرجوك خوسيه أرماندو لا تخبره شيئا في الوقت الحاضر. أتوسل إليك، التريث الآن أفضل. أسرعي صغيرتي، لا تدعي الخبز يبرد. نعم، كنت أنتظر القهوة. بالمناسبة دون رودولفو خرج باكرا. ألم يتناول الفطور؟ بلى صغيرتي، خدمته بنفسي، حضرت له خبزا ساخنا كما يشتهي. خلت السيد خوسيه أرماندو سيذهب معه، لكن لا، هو في غرفة الطعام. ربما سيوافي لاحقا دون رودولفو لوسم ماشية. نعم، من يدري، في الأيام الأخيرة بدا في عالم آخر ولا يبالي بالأنسة جرازيلا. تصوري. كفاك ثرثرة، وخذ الصينية إلى غرفة الطعام. يا لها من ثرثرة. وكيف حال كريسانتا؟ استيقظت واهنة، أرادت أن تنهض، لكنني نصحتها أن ترتاح هذا اليوم. شكرا. لنغير الموضوع خوسيه أرماندو، هل فكرت أين ستمضي شهر العسل مع جرازيليتا؟ أريد مكانا مسليا ومعروفا يعج بالناس، مكانا بعيدا جدا.
نغوص في أجواء مليئة بالفرح ونخرج كل ليلة لنلهو. اذهبا إلى لاس فيغاس أو نيويورك، صحيح بلانكا؟ هما مدينتان رائعتان. أفضل غوهاكا، إنه مكان بمنتهى الروعة. وخاكا؟ إنه من أجمل أماكن العالم. هذا جيد، لكن المهم أن يكونا معا. أجل، لا يهمنا المكان، صح حبيبي؟ خوسيه أرماندو، لقد وقع حادث، نطح أحد الثيران أدريان لوسيرو، زال حيا لكن إصابته خطيرة. أين هو الآن؟ نقلوه إلى عيادة البلدة. أريدك أن تذهب إليه، ديونيزيو قلق جدا. يا للفقاع، لا أصدق، أدريان بارع في التعامل مع الثيران. صحيح أدريان بارع جدا، لكنه يبدو أنه جاذف كثيرا. عندما أدركنا ذلك كان الثور قد نطحه ورماه في الهواء. أمام هذا المشهد وقفت جامدا، حتى بعد أن وقع على الأرض كاد الثور يهجم عليه مجددا. لكن كيف رأيته؟ أهو يحتضر أبي؟ لا أظن ذلك، رغم أن الإصابة في ذراعه خطيرة، حلفه الحظ لأنه كان سيقتله. مسكين ديونيزيو، لابد أنه شعر بالخوف. نعم المسكين، لكن أين غراسيليتا؟ كانت هنا منذ قليل. يا للعجب، وأين تكون قد ذهبت؟ كيف الحال أخوانا؟ أنا بخير وأنت كذلك، لكن من لا يطاق أبدا هو الدكتور. ما زال مكتئبا؟ إنه أسوأ من قبل. هنا هنا، سمع صوتك، ادخلي إليه. أتود شيئا آخر دكتور؟ اخرجي. لوسيو، أحضرت لك هذه الأزهار لتزين المكتب، يجب أن أجد مكانا لها. سأطلب كوبا من إخوانا. سألني ذلك الرجل. من؟ تعرفين من؟ ما زلت تلتقين به؟ كذبت علي، خلتك تحترمين مشاعري ورغباتي، طلبت منك لا ترينا، توسلت ورجوتك، وذهب رجائي سدى. إذا قابلته بلا علمي، تحبين، تحبين. لما أتى خوسي أرماندو؟ ليكلمني وكأنك ملك له. لأنني أحبه وقلت له ذلك. قلت لديونيزيو ألا يقلق لأن خوسيه أرماندو سيراه. للأسف أنا لم أكن هناك. نعم بالفعل، توقعت قدومك، لكن يبدو أنك تعنى باهتمامات أخرى، وأودك أن تخبرني. لا أظن أنه الوقت الملائم أبي. حسنا، سأنتظر عودتك، يترتب علينا أن نوضح أمورا كثيرة. آنسة، السيد أدريان لوسيرو. آنسة غرازيليتا، ماذا تفعلين هنا؟ سمعت بحديث ابنك وأتيت أسأل عنه. أشكرك يا آنسة، هذا لطف منك. إنه بخير لكنه سيبقى هنا حتى الغد. هل رأيته؟ نعم طبعا، نعم، تعالي معي. أدريان.
ناتشو. سيدي، أين شاحنتي؟ أخذتها الأنسة خطيبتك. رازيلا، أين ذهبت؟ من يدري سيدي، خرجت صعدت إلى الشاحنة وانطلقت. افهميني جيدا، كل ما قلته لا يهمني، لا يمكن ان تحبيه، لا يمكن ان تحرميني من رفقتك لتبقي معه، لا ابدا، يجب الا تقعي بغرامه. لا اقبل حبي لك ابدا، انهما حبان مختلفان. خوسي أرماندو أحبه كرجل، أنت اسكتي اسكتي، اخرجي ودعيني. لكن لوسيو، اخرجي حالا. أنت غاضب مني الآن، لكنني أعرف أنك ستتفهمني وتسامحني. لوسيو لوسيو، أدع لك الأزهار، أعود غدا. وهجم على أدريان لوسيرو الذي ابتعد عنه كي لا يقتله الثور. رأيت أدريان لوسيرو مذهولا لا ينظر إلى مكان آخر، فصارخت هاي هاي ابتعد عنه، لكن الثور كان قد طرحه، ومن ثم طار أدريان لوسيرو في الهواء كأنه قنبلة مدفع. يا إلهي المسكين. بعدئذ أدريان لوسيرو وقع على الأرض لأنه أصيب، فهجم عليه الثور مخفوض الرأس لينطحه بقرونه، وزفر كحيوان مذبوح. بعدئذ ثم دخل إلى الزريبة، العمال هناك راحوا يصرخون ويصيحون، والثور المجنون لم يعرف على من يهجم، ومن ثم من ثم أدريان لوسيرو نهض وقفز فوق السياج بقوة وبسرعة، وقد خاله الجميع محتضرا أو ميتا. هل أنا الثور كثيرا؟ نعم، نطحه بقرنه في ذراعه بشدة وقوة. يا إلهي. لكن عندئذ دومينغا ديونيزيو مزق قطعة من قميصه وربطها بقوة كبيرة جدا. إذا سأزوره في منزله لأرى. أنت ستشفينه دومينغا. أنا؟ لا، ما بك، سيعينه ابن صاحبي كازاغراندي. لا، والده شرير، عمل أميرتي بفظاظة، لقد رأيته، لو أمسكت به سأرميه بالحجارة. دومينغا، أنت ساحرة، يجب أن تؤذي دومينغا. ومن أخبرك أنني ساحرة؟ قل. ما تفعلينه بالورق والأعشاب؟ بالأوراق أتنبأ بالمصير، وبالأعشاب أشفي الألم، هذا كل ما أفعله. نعم، إذا سوف أقبض عليه وأرشقه بحجارة كثيرة. دعك من الحجارة، سألقنه درسا أفضل. اسمع، أريدك
أن تزدي لي خدمة. نعم 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 نعم. أريد أن تقصد كازا جراندي. لا لا. أعطيك مالا إن ذهب. مال مال نعم. ابحث عن المرأة التي تعمل هناك، تدعى كريسانتا. كريسانتا 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 كريسانتا. دون أن يراك أحد اسألها وبالنيابة عني عما يجري. قل إنني أنتظر ولا أود أن يطول بك الأمر. أرهبتني فكرة أن ذلك الثور كاد أن يقتلك. لا تهتمني. هل جلست هنا؟ لا أزعجك. لا لكن أنت غير محظوظ. الألم حاد؟ لا أبالي بهذا الجرح، يؤلمني الجرح في قلبي. مرحبا فلورسيتا. جرازيلا، لما أنت هنا؟ يسرني مجيئك. احتجت إلى شراء بعض الحاجات وقررت أن أمر بمعلم الفروسية. كيف حالك أدريان؟ أنا بخير، أشكرك دكتور. وأنت لزيارة؟ لا داعي للشكر، جئت أرى كيف يهتمون بك. ألن تعودي؟ سأنتظرك لنعود معا. هيا أخبرني كيف وقع الحادث. حادث عمل دكتور. قل لي، هل طهروا الجرح جيدا؟ طهروه. لنرى. تضربيني. لا تضربيني لا تضربيني. لن أفعل يا أحمق. ماذا تريد الآن؟ قل لي. أن أرى السيدة. من السيدة بلانكا؟ الأخرى الأكبر سنا. ها، تقصد كريسانتا؟ نعم نعم، كريسانتا كريسانتا كريسانتا. ولما تقابلها؟ لأبلغها خبرا. بلغني إياه. لا، الخبر لها فقط. ومن أرسل معك الخبر لكريسانتا؟ الواقع أنها دومينغا. لا يمكنني أن أتكلم، إنه سر لا يعرفه إلا الأحمق ميليزيو، أتفهمين؟ اسمع ميليزيو، إذا لم تخبرني لن أناديها، فكريسانتا لا تحب تلك السيدة، فإذا لم تبلغني هذا الخبر لن أناديها الآن. دومينغا، أحضرت لك برتقالا. من دون مارسيال؟ نعم، زوجته أرسلتها إليك. تبعث لي شونة هدايا باستمرار. هيا اسمعي. عرفتي ما أصاب أدريان لوسيرو؟ ماذا؟ نطحه ثور. مات دومينغا اليوم في الصباح. ماليزيو أتى وقص علي الحادث، كان خائفا. وكيف حاله؟ هي خطيرة؟ لا لا أظن، قال ضمدوا ذراعه وأوقفوا النزيف، ثم نقلوه إلى عيادة البلدة. فلورسيتا معه ولا شك. والدكتور بنياريال؟ تعتقدين؟ نعم أظن إنه الدكتور. وبما أنه ابن ديونيزيو مؤكد أنه سيعاينه.
سأقصد العيادة، يجب أن أعرف كيف حاله. حسنا، أنت حرة الآن. الآن سأخبر دومينغا أنك بغلة عنيدة لا تفهم، وأنك فضولية تحاول إلى معرفة أسرار السادة، أسرار السادة، وأنك حشرية. نعم نعم. مهلا ميليزيو، سأنادك.